فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة المتوفى عنها زوجها والتي وضعت مولودا بعد شهر من وفاته، هل تنتهي عدتها وإحدادها بعد الوضع أم لا بد من الانتظار 4 أشهر و10؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت بعد وفاة زوجها ولو بربع ساعة أو 10 دقائق انتهت عدتها وإحدادها وحلت للأزواج. نعم.